انت يمكن تعرف اكتر من اي حد بحكم تجربتك في الدوري الفرنسي انك وانت بتلعب في اوروبا ليك حظوظ دايما في تحقيق البالون دور، لكن ميسي الحقيقه كسر القاعده دي السنه دي بتحقيقه لجائزه البالون دور وهو بيلعب في الولايات المتحده الامريكيه. ازاي شفت بدايه انتقاله؟ طبعا دي صورتك معاه وانت في حفل البالون دور، وانا عارف انك انت واحد من اصدقائه المقربين جدا. ازاي شفت تحقيق ميسي للبالون دور رغم تواجده في الولايات المتحده او في الدوري الامريكي مع انتر ميامي؟ علاقتي بميسي ممتدة منذ وقت طويل وأنا معجب به للغاية، وقلت له أن ليونيل ميسي ولقد صنع لاعبون مثل ميسي ورونالدو عندما كان في ريال مدريد وبرشلونة هما من صنع مسيرتي كمعلق، لأن المعلق عندما يعلق على مباريات بمثل هذه القوة فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة له. أما فيما يتعلق بالكرة الذهبية فأعتقد أن مثلما كان في وقت سابق مارادونا وبيلي والآن ميسي، نحن نتحدث عن لاعبون محددون، هم ظواهر في كرة القدم، يمتلكون السحر في أقدامهم، هناك سحر، هناك أمر ما غير طبيعي يستطيعون أن يقدموا داخل الملعب. وربما بالنسبة لي بالنظر لما قدموا في كأس العالم وبالنظر لما قدموا مع منتخب الأرجنتين، أعتقد أن هذا ما أعطاه الأفضلية على لاعب مثل مبابي. فأرى أنا أن من يفوز بكأس العالم هذا هو البرستيج الأكبر بالنسبة للاعب، وهذا ما يحدد بنسبة كبيرة من يفوز بالكرة الذهبية. ولكن بطبيعة الحال هناك أيضا عوامل أخرى ينظر إليها، ولكن في النهاية من يفوز بكأس العالم هو من يكون المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية. هل تعتقد أنه تحقيق الأرجنتين للقب كأس العالم بقيادة ميسي قضى على فكرة المقارنة بين ميسي ومارادونا؟ كان بيقال دايما من الأفضل، ميسي أم مارادونا؟ ويمكن كان غياب لقب البطولة عن ميسي، عن دولاب بطولاته يعني، هو اللي يمكن حاطط مجال للمقارنة. هل تعتقد أنه ميسي بفوزه بكأس العالم أنهى حالة المقارنة اللي كانت موجودة على الأقل عندكم في الأرجنتين؟ هذا يعتمد أيضا على الجيل، لأن ميسي في فترة من الفترات كان ينتقد بقوة في الأرجنتين عندما لم يستطع الفوز بكوبا أمريكا أو بكأس العالم. ميسي هو مصدر أساسي للصحافة وللانتقادات في الصحافة عندما كانت الفترة معقدة مع منتخب الأرجنتين، واجه انتقادات عديدة، ولكن الأمر مع مارادونا كان مختلف. طريقة تفكير الأشخاص في وقتها والنظر لكرة القدم في وقتها، الأمر كان مختلف عن الوقت الحالي، وسائل الإعلام زادت بشكل أكبر. أعتقد أن فوز ميسي بكأس العالم يضعه في نفس المكان الذي كان يمثله مارادونا بالنسبة لأجيال سابقة، ولكن بالنسبة لي مارادونا كشخص كبير في السن، وعصرت وشاهدت مارادونا بطبيعه الحال وكمتفرج وكمعلق، اعتقد ان مارادونا يظل هو اللاعب الافضل في تاريخ كره القدم. يعني هل القصه مرتبطه بوجود نجم كبير لتحقيق لقب كاس العالم للارجنتين؟ ماريو كامبس، دييغو ارماندو مارادونا، ليو ميسي، ومن القادم من وجهه نظر عمر دافونسيكا؟ مين النجم او الاسم اللي هيكون خليفه لهذه او امتداد للاسماء دي؟ نحن نتحدث عن لاعبين مثل مارادونا، ماريو كيمبس. ماريو كيمبس لم يكن بنفس المهارة والنجومية بالنسبة لمارادونا. أنت تتحدث عن أشخاص محددين، هناك نوع من الكاريزما في هذا الشخص كميسي وكمارادونا، والجميع يتحدث عندما يقوم أي لاعب بلعبة معينة فيقول لك أن هذه لعبة مارادونية أو لعبة
لميسي، فأنت تتحدث عن رموز، هذه النجوم تدخل في دائرة محددة لا تنتمي أو لا تذهب لأي لاعب آخر. هناك جوليان ألفاريس ولكنه الذي يلعب في مهاجم مانشستر سيتي، ولكنه لا يزال لاعب صغير، هو لاعب يمتلك موهبة كبيرة. أرى أنه ولكن فيما يتعلق بالموهبة لا توجد هناك مقارنة، لا يوجد هناك أي كتيب أو لموهبة ميسي أو مارادونا، ولكن أعتقد أن هناك لاعبين بطبيعة الحال وبالتأكيد سيظهروا، لو تارو مارتينيز في الإنتر، هوليان ألفاريس في مانشستر سيتي لا أعلم، ولكن أعتقد أن هناك لاعبين كثر سيظهرون في المستقبل. أومار ديفانسي كنجم أرجنتين ونجم سان جيرمان وموناكو السابق، بشكرك شكرا جزيلا، تشرفت بمقابلتك، شكرا على مشاركتك معنا في السادسة، وبشكرك على وجودك معنا على شاشة الأهلي.